البارد الأحمر يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية والاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخمستاشر في تاريخه خلال مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. والاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك مع الكابتن محسن صالح والكابتن هاني رمزي والكابتن أسامة حسني في ضيافة الكابتن أحمد شبير. انتظرونا الساعة 6 مساء على قناة الأهلي.